السلام عليكم خوتنا المشاهدين، كي دايرين؟ لاباس عليكم. اليوم غادي نهضروا على فاطمه والشاي، اشنو الراي ديالها في هذه القصه ديال جمال وحسنيه ومراته مسكينه الله يرحمها. فاطمه والشاي حتى هي طلعات وعطات الراي ديالها ورايها من راي المنتقدين والمتابعين ديال هذه القصه اللي خرجت للعلن، اللي كانت شخصيه ولات دابا راي عام بعد ما خرجت الام ديال الزوجه اللي توفات ديال جمال شانال، خرجت وقالت بزاف ديال الحقائق. فاطمه والشاي اشنو الراي ديالها حتى هي من وجهه النظر؟ فاطمه والشاي طرقت الموضوع ديال الزواج العائله بانه ما كيصدقش. زواج العائله بنت خالتك بنت عمك بنت هادي دائما ما كيصدقش. داكشي علاش حنا كنشوفوا الاغلبيه الناس كيبقاو يقول لك خاص تزوجي بولد عمتك ولا ولد خالك، وكاينو دو خوت كاينو كيتقادو مع بعضياتهم وكيقولوا من الاحسن حنا زعما نكونوا لبعضياتنا ما ندخلوش البراني. وهذا هو الغلط اللي وقعوا فيه حتى جمال وحتى بنت الخاله ديالو، اللي كما كنشوفوا دابا الخواتات هما اللي خرجت كيضربوا في بعضياتهم حشومه وعيب وعار. داكشي علاش الواحد من الاحسن يخلي راسه بعيد على الاخوان، حيت الاغلبيه ما كيصدقش. قليل اللي كتصيبي زواجهم صادق بحال هذيك الاسره ديال لاله مغربيه والعروسه ديالها، حيت بنت خوها هذيك شوفوا تبارك الله شحال مهليه فيها، وهذيك حتى هي شحال عزيزه عليها عمتها. حيت ماشي دائما ما كيصدقش زواج العائله، ولكن الاغلبيه ما كيصدقش وكيكونوا في مشاكل. هادشي هو اللي هضرات فيه حتى فاطمه والشاي، وقالت الخواتات او الخوت يكونوا مجموعين كيقولوا بنت فلان غياخذها فلان وبنت فلان غياخذها فلان، وما كيديوهاش في المشاعر ديال الوليدات ديالهم، كينوضوا يزوجوهم بلا ما يستاشروهم بلا ما يعرفوا